السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. في سؤال بيقول: أنا مهندس مدني خريج 2009، ومن يوم ما اتخرجت شغال مهندس موقع وشغال في مؤسسة كرهوني في الهندسة عموما، لدرجة إني بفكر جديا بقالي فترة إني أسيب المجال تماما، وبدأت فعلا في تعلم البرمجة من سنتين. طيب، أولا ممكن تكون المشكلة في المدير، فلو أنت رحت شركة تانية أو رحت في نفس الشركة، رحت إدارة تانية مع مدير آخر، يكون الوضع مختلف. ممكن المؤسسة كلها ما فيها مشكلة تروح شركة تانية، بلاش التعجل في الموضوع ده. لو أنت حابب البرمجة وحاسس إنها هتفيدك، خليك في الشغل بتاعك وحاول تتعلم البرمجة، والبرمجة مفيدة. يعني سواء أنت كملت في شغل الهندسة، سواء أنت ركزت في موضوع برمجة الألعاب، في موضوع برمجة الجي أي إس، في موضوع برمجة البيم، ويكون احسن لك طبعا لو ركزت في برمجة البيم، لان انت عندك معلومات صعب اي حد تاني يحصل عليها. يعني لو اي واحد تاني خريج حاسبات ومعلومات وجي يخش في برمجة البيم، فهو لازم يفهم ايه هو البيم، ولازم يجي يقعد معايا، ولازم نقعد ندردش كتير مع بعض، او يقعد مع اي حد يعني يفهم منه الفكرة، فانت قطعت شوط ده خلاص. لو انت حابب البرمجة، ابدأ في البرمجة من النهاردة، ما تتأخرش. تمام؟ ليه؟ لان البرمجة هتوفر عليك وقت. البرمجة بتخليك الحاجة اللي هي بتاخد منك وقت كتير تعملها اوتوماتيك. تمام؟ فاتوكل على الله وابدا البرمجه، وممكن تركز عليها. ممكن تبقى شغلتك الاساسيه طول اليوم ان انت تعمل برامج وتبيعها، او تعمل مثلا حاجات على الانترنت، تعمل موقع انترنت، تعمل حاجه على الموبايلات، تعمل برامج تشتغل جوه البرمافيرا، تشتغل جوه الريفت، تشتغل جوه نفس ووركس، اي حاجه. طيب، تكمل السؤال: انا حابب برمجه وعندي وقت فراغ كبير بيضيع اغلبه على السوشيال ميديا، وحابب موضوع عمل بلاجنز للريفت والاوتوكاد، فما هي اللغه المناسبه، سي شارب ام بايثون؟ طيب، لو انت عايز تعمل بلاجن للريفت والاوتوكاد، طيب اول حاجه كويس جدا ان انت توفر وقت بتاع السوشيال ميديا وتقفله خالص. انا بحاول اعمل الموضوع دوت. بالنسبه للاوتوكاد، احنا عندنا الفيجوال بيزك ابلكيشن والاوتوليسب، الاثنين دول احسن لغات برمجه تقدر تبرمج جوه الاوتوكاد، والافضل ان انت تركز على الفيجوال بيزك ابلكيشن او السي شارب. لو انت بتتقن لغه فهتلاقيها مش معاك سهله، فلو انت تعرف سي شارب كويس خش، لو انت تعرف فيجوال بيزك كويس خش، لو انت بتعرف الباقي الاثبات الاوتوليسب خش، وهتلاقي شرح الحاجات دي على قناه بيم اريبيا على اليوتيوب. طيب، بالنسبة لو انت عايز تبرمج للريفت، هتلاقي عندك اكتر من وسيلة. في ان انت تشتغل بالداينامو، وده سهل، بس ده لو انت بتعمل شغل لنفسك، بتسهل على نفسك الشغل، مش ان انت تبيع برامج. اللي بيشتغل بالداينامو هو مفتوح فما بيتباعش، يعني نادرا لما تبيعه، لو بعته لحد هياخد كوبي ويديه كل اصحابه او يشاره على النت، ما تقدرش تقول له لا. طيب، يبقى هي اللغة المناسبة. اللغات بقى اللي بتعمل بيها البلاجنز نفسه، عندنا 4 لغات: سي شارب، وده الانسب وده اللي عليه امثله كتيره، وفي الفيجوال بيزك، وفي الروبي، وفي البايثون. الروبي والبايثون دي بتبقى اكتر في الذكاء الصناعي، بالذات البايثون قويه جدا في موضوع الذكاء الصناعي، في موضوع الداتا اناليسز، في موضوع البيانات وهكذا. السي شارب افضل في عمل الواجهه، لو انت عايز تعمل بلاجن جوه الريفت خش على السي شارب على طول، لان هو هيسهل لك كتير جدا، والمكتبات بتاعته جاهزه والشغل بتاعه كويس جدا. البايثون بنستخدمه عشان نحلل البيانات، يعني حاجات اكاديميه اكتر نوعا ما. تمام، بس مفيده برضه. يعني البايثون ممكن تبرمج جوه الداينامو من خلاله. فملخص الكلام عشان ما تتوهش: خش في السي شارب ما انت عايز تبيع الحاجات، لو انت عايز تعمل حاجه كده كهوايه وتعمل حاجه تسهل عليك الشغل، فخش في الداينامو. البايثون لغة لا يستغنى عنها، مش مخصصة لحاجة معينة، ممكن تعمل بيها أي حاجة أنت عايزها. يعني ممكن تبرمج كده إن هو يبعت إيميل مثلا لخطيبتك كل يوم، لو اتأخرت على الشغل هو أوتوماتيك يبعت رسالة يقول لها معلش اتأخر النهاردة، أول ما تيجي الساعة 5 يبعت. بيعمل حاجات كتيرة جدا البايثون. تمام، ولغة سهلة جدا، ولغة قوية، وأتمنى الناس كلها تبدأ فيها، هتلاقي سهل جدا إن شاء الله. لو انت عايز حاجة تكون لها أمثلة كتيرة وحاجات تقدر تدخل فيها، وهدفك ان انت تعمل برامج وتبيعها، خش على السي شارب.